بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل نفسي نفسا طيبة مطمئنة طائعة لك، تؤمن بلقائك، ترضى بقضائك، تقنع بعطائك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربي اصرف عني ما يقلقني وارزقني راحة تسع الكون يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون كلكم خير وصحة وسلامة وسعادة. اليوم وصفتنا وأكلتنا هي المقلوبة، مقلوبة بالدجاج، إن شاء الله تعجبكم. وياكم هنا أنا حضرت حبشكلات المقلوبة اللي هي متكونة من يعني بوتيتا وطماطة، بصل، فلفل، حسب يعني كل شخص وحسب اللي الشغلات اللي هو يحبها يخليها. اليوم مقلوبتنا هي على دجاج، يعني كلش طيبة، احنا دائما نحبها نسويها على دجاج، واتمنى انتو همينة تجربوها ان شاء الله. حبايب قلبي، اني هنا أنا مثل ما شفتوا البهارات وظرف الماجي اضفته ويا الطماطة، وخليت قد نص كوب من سوب الدجاج ضفته على الطماطة حتى يصير بشوية صوص يعني من نضيفه على المقلوبة يعني. ومثل ما شفتوا حبايبي يعني أنا حتى الدجاج همينة دخلته للفرن، ما قليته، يعني خليته بالفرن لأنه كل شيء هو يعني يشيل دهن، كل شيء صار بزيوت، كل شيء هو دسم، أي فحبيت أنه أخلي الدجاج بالفرن ما قليته. وبدأت هنا أنا أصفطهن بقاع الجدرية وخليت بالقاع ورق زبدة حتى لا يلتصق. وهسه شوفوا بنهاية الفيديو شلون من أغلبها المقلوبة ما تلزق شي بقاع الجدر، كلها تنزل مثل ما هي وكل شكلها حلو وطعمها بعد أطيب. بعد انتو براحتكم مثلا شو تخلون تحبون، يعني اكو مثلا شغلات يضيفوية، اكو مثلا يقلون شجر يضيفوية، اكو لا اللي ما يحب تمجان ده يخليه فلفل بصل، اني لا احب ذني كلهن اخليهن حتى يعني تصير مقلوبة كاملة متكاملة، يعني تطلع فتشي مثل ما تشوفون هنا. أنا اخليه نهائي يعني اخير شي الطماطة، ومن بعد اضيف اخر طبقة من التمن، هنا تمن بازلته، واخر طبقة اضغط عليها زين حتى يصير طبقة واحدة. هنا خليته على الطباخ يعني قد ثلث ساعة على نار كلش هادئة. شوفوا مثل ما تشوفون حبايب قلبي، سهمكم العافية. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوني من اللايك والاشتراك، ومع ألف ألف سلامة. باي باي.